صباح خير جميعا، يعطيكم العافية. أول شيء بحب أبدأ هالمؤتمر الصحفي بأنه ندعو بالرحمة لكل شهدائنا والشفاء العاجل لكل الجرحى. حقيقة قبل ما أعلق على موضوع أعداد الشهداء والجرحى، حبيت بس أرجع أذكر بجزء من الكلمة اللي ألقاها امبارح وزيرة خارجية لبنان بمجلس الأمن، وكان فيها موضوع يعني جريمة الحرب اللي عم ترتكب في لبنان، وخاصة بالاعتداء اللي شفناه امبارح واللي أدى إلى يعني سقوط بنية بأكملها على قاطنين اللي فيها واللي كان غالبيتهم من المدنيين. نحن مثل ما قال معالي وزير الخارجية، هنالك أول شيء في القانون الدولي مبدأ كثير مهم، وهو مبدأ البروتكشن. والبروتكشن بيعني أنه السكان المدنيين هن محميين من آثار النزاعات، وهذا بحسب المادة 48 من القانون الدولي. وكذلك المبدأ الثاني بالقانون الدولي هو مبدأ البريكوشن، وبريكوشن يعني أنه أي طرف بالنزاعات يجب عليه أن يأخذ كل الاحتياطات لحتى ما يتعرض للمدنيين أثناء النزاع. وأخيرا كذلك المبدأ الثالث اللي ذكره الوزير واللي هو جزء من القانون الدولي هو مبدأ الديستينكشن، بمعنى يجب على أي طرف بأي نزاع أنه يفرق، يجب عليه يفرق ما بين المدنيين والمحاربين بأي عمل بده يقوم فيه، وإذا كان ما قام بهدول الأمور يعتبر هو ساعتها مخالف للقانون الدولي. نحن طبعا ما عم نقول هيك، نحن بنعرف طبيعة الكيان الإسرائيلي وأجرامه هالأمور، ولكن هذا كذلك كان أمر كتير مهم أنه نرجع نذكر فيه، لأنه برجع بقول من حقوق المدنيين بأي نزاعات أنه هن ما يتعرضوا لهذا الأذى. بخصوص الاعتداء اللي صار مبارح في منطقة الضاحي، الجميع بيعرف أنه كانت الفرق الإسعافية والإنقاذية والدفاع المدني عم يشتغلوا يعني مبارح من بعد الضرب إلى طول الليل إلى الآن بإزالة الركام، ولحتى نحن نقدر نستخرج الجرحى والضحايا. وبدي وجه شكر لزميلي معالي الدكتور علي حمية، لأنه كذلك يعني بتوجيهاته قدرنا نجيب رافعات كبيرة لحتى تساعد بهذا الموضوع. حتى الآن الحصيلة حتى هذه اللحظة لهذه الضربة هنالك 31 شهيد أو شهيدة، من بيناتهم 3 أطفال أعمارهم 6 سنوات 4 سنوات و10 سنوات، وكذلك بيناتهم 7 نساء. الشهداء اللي سقطوا بيناتهم 3 سوريين، ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء. بخصوص الجرحى هناك 68 جريح نقلوا إلى 12 مستشفى، منهم 53 جريح خرجوا إلى منازلهم، و15 جريح ما زالوا موجودين في هذه المستشفيات، 2 منهم بحالة حرجة. ونحن نرجع يعني بدنا نشكر حقيقة المستشفيات اللي بالرغم من أنه هي مليئة من آثار الاعتداءات السابقة قدرت أنه تستقبل هذه الجرحى وتعمل ردة فعل سريعة، وكذلك نشكر فرق الإسعاف والإنقاذ اللي لازال تعمل حتى الساعة، وحقيقة قاموا بجهد كتير كبير معنا مبارح واليوم. بخصوص الاعتداءات اللي صارت قبل عبر البيجرز والووكي توكي، أنا هأجمع لكم الأرقام بهذا الموضوع. بما يتعلق بالشهداء، في حصيلة اليوم الأول لازال نحن عنا 12 شهيد، بحصيلة اليوم الثاني نحن سجلنا حالتين جديدتين كذلك من الشهداء ليصير العدد 27، وبذلك يصبح العدد يعني ما بين الضربات أولت يعني اللي صاروا 3 والأربعة وضربة البارحة كلهم بيطلعوا 70 شهيد. بخصوص الجرحى،
الجرحى اللي لا زالوا في المستشفيات من أثر البيجرز والووكي توكي يعني الثلاثة والأربعة، حتى الآن لا يزال هناك 777 جريح في غرف عادية في المستشفيات عم بيتابعوا علاجاتهم. هنالك المرضى اللي لا زالوا في العناية المركزة في وضع حرج 152 جريح، وحتى الآن أجرينا في مستشفياتنا 2078 عملي، ولا زال يعني الفرق الطبية لا زال عم تهتم بهذول الجرحى. بدنا نزيد أخيرا أنه هنالك تعاون ما بين وزارة الصحة بين بعض ونقابة الأطباء، ونحن إن شاء الله حيكون في عيادات متخصصة لحتى هالجرحى اللي طلعوا على بيوتهم نتابعهم، والمتابعة حتكون عبر أمرين، في هنالك حتكون فرق نقالة حتروح لعندهم على بيوتهم لحتى تساعدهم وتغير لهم على جروحاتهم وتنطمن عليهم، وكذلك حيكون في عيادة متخصصة بالخاصة بالجروح المزمنة لحتى نحن نتابع يعني المسيرة العلاجية تاعهم. أخيرا برجع أقول أنا بدي أرجع أكد على ما بدأنا فيه، وهو أنه اللي عم يحدث من اعتداءات خاصة تطال المدنيين من غير أي تفرقة هي جريمة حرب موصوفة، وهذا جيد أنه مبارح حتى يعني المسؤولين بالأمم المتحدة خاصة المسؤول عن الأمور الإنسانية كذلك هيدا اللي ذكره. و كذلك أنا بدي أختم بإعادة توجيه الشكر لكل الفرق الطبية والصحية والعاملين والإسعافية على جهدهم معنا خلال يعني هالأيام العصيبة هذه. إذا في حدا عنده أي سؤال؟ على الوزير هل يمكن أن يكون هناك خطة طوارئ يعني ممكن أن يحدث كما حصل في تموز 2006؟ هل نحن مهيئون لهذه المرحلة؟ نحن أخذنا هذا الموضوع بالاعتبار، ونحن هنالك عدة أمور عم نعملها، منها موضوع إخلاء مستشفيات، منها نحن لذلك عم نحاول هلأ يعني عم ناخد إجراءات لحتى هالمستشفيات اللي استقبلت كل هالجرحى نقدر نحن اللي ما بقى بحاجة لا يقعد بالمستشفى يطلع على البيت، بس من غير ما نحن نقصر معهم بالعناية التمريضية والطبية لحتى نترك مجال لا سمح الله إذا صار في أي توسع بالاعتداءات. ممكن كتير، لأنه نحن بنعرف إنه هيدا برجع بقول كان مبنى سكني، وللأسف يعني الاعتداء نتج عن سقوطه بكامله على رؤوس قاطني، فلذلك نحن يعني عم نستمر وإن شاء الله خير. الوزير رمضان مقام منطقة الرئة الإجبارية، التحديات كبيرة خاصة في مجال الصحة جراء هذه الهجمات الإسرائيلية، كان هناك تعاون بين مصر وبين لبنان في مجال الصحة الفترة الماضية، هل هناك أوجه من التعاون في مجال الصحة وهناك خطط في هذه الأزمة؟ نحن الجميع بيعرف أنه كانت مصر دائما داعمة للبنان في الماضي ولا تزال، وأنا يعني معالي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار كان من أول المتصلين، وكذلك عرض كل المساعدة إن كان بالأدوية إن كان بالمستلزمات أو حتى بالإخلاء الطبي. ونحن حقيقة هنالك يعني موضوع عم يتحضر وعم بنحاول نهار الاثنين وزارة الخارجية حيكون في تواصل مع كثير من البلدان الصديقة والشقيقة لحتى نشوف نحن كيف ممكن ننظم عملية هذه المساعدة. مع الوزير هل محصول المستشفيات كافية؟ عفوا هل محصول المستشفيات؟ نحن عندنا مخزون، نحن الجميع بيعرف انه بخطتنا زدنا المخزون لمده 4 شهور من الادويه والمستلزمات. طبعا طبيعه الاعتداءات اللي عم تقوم فيها اسرائيل واللي للاسف ايام عم يعني تستهدف المدنيين، هذا بيزيد عدد الجرحى باعداد كبيره، ولذلك نحن عم نحاول يعني حتى نزيد المخزون بشكل اكبر، وهون كذلك حيكون في دور يعني ان شاء الله للاصدقاء والاشقاء برفع يعني الجهوزية بشكل عام. الوزير دكتور شريف المناسبة بالنسبة لتفجيرات البيجر وحتى هذه الاعتداءات ربما البيجر بآلاف من المصابين، هل شكلت هذه الآلاف من الحالات تحدي على وزارة الصحة حتى وإن كانت يعني كثير من الدول تشكل تحدي لعدد كبير من هذه الإصابات؟
هذا التحدي لا سمح الله قد ما تطورت المكان هنا يعني استهدافات مماثله، هل وزاره الصحه قادره على التعامل مع هذه الاوضاع؟ يعني الموضوع الأساسي أنه هو كان اعتداء غير مسبوق، يعني في التاريخ ما صار في استعمال لأجهزة مدنية تعتبر واللي ممكن تكون موجودة يعني ونحن هذا اللي شفناه، يعني كانت هالأجهزة موجودة بالأسواق، كانت بالمستشفيات، كانت بالمكاتب، كانت بالشوارع، ولذلك يعني هذا بفرجيك كيف كان يعني التأثير، كان تأثير على بالإضافة إلى ذلك التوزع، يعني هذا خلى حقيقة أنه أعداد كثير كبيرة من الجرحى يتوجهوا للمستشفيات. نحن في وزارة الصحة كنا عاملين خطط على الماس كاجلتيز، وهذا الموضوع صرنا عم ندرب فيه مع المستشفيات من أول ما بدأت الأحداث في غزة، من أول ما بدأ العدوان في غزة. ونحن شفنا أنه ردة الفعل الجيدة بمعنى قدرة المستشفيات على استقبال تنظيم عملية وإجراء هذه العمليات كلياتها، واللي هو بشكل تحدي لأي نظام صحي هالأعداد هاي، فكانت جيدة. ولكن الموضوع أنه ما انتهى، يعني نحن الحرب على لبنان لا زالت مستمرة، ولذلك يعني السؤال الأساسي أنه كيف نحن نحضر حتى إذا لا سمح الله صار في أي توسع في هذه الاعتداءات نحن بنقدر نقوم بواجبنا. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.